عاملين ايه يا اخواتي؟ اول مره في حياتي اجرب الواي بروتين. انا اصلا يعني كنت بحلم طول عمري يبقى عندي واي بروتين، هو فعلا كان سعره غالي وما زال برضه غالي جدا، بس كنت عندي حاجات تانية يعني علب تانية والكلام ده، بس مش واي بروتين. فعايز اوثق اللحظه دي كده معاكم واتكلم برضه على حاجه كده بسيطه، لان بس كده نفتح العلبه واحنا بنتكلم. الفيديو اللي فات ده قبل ده على طول كنت منزل اللي هو الحاجات اللي جات لي بتاعت السبونسر وكده. بص انا جالي كميه تعليقات وتضايق اي حد بصراحه، يعني انا واحد من الناس اتضايقت، اللي هو انت يعني اللي يقول لي ده انت ورثت، اللي يقول لي يا بختك، اللي يقول لي ده انا حلم حياتي، ده انت مش عارف ايه. بص حاجات كده كتير جدا، فحاجات تضايق. لان والله العظيم هو الفكره انا زي زيكم، مفيش اي فرق، يمكن انتوا احسن مني بكتير جدا. بس والله انا طول عمري بتمنى خير لاي حد، يعني انا عمري ما بصيت حاجه في ايد حد، اي حاجه كنت بتعجبني ما اعرفش اجيبها، ان انا يعني بادئها من الصفر. اي حاجه كان نفسي اجيبها كنت بقول يا رب يرزقني بيها. بس والله العظيم كنت اي حاجه بشوف في ايد حد حاجه حلوه كنت اقول مثلا ايه، بسم الله ما شاء الله، قبل ما اشوف اي حاجه. الناس شافت عليك كتير جدا حتى ما تقولش بسم الله ما شاء الله. يمكن انا واحد يقول لي طب انت ايه اللي خليك بتنزل يا جدعان؟ ده هو ده محتوايا وده شغلي وده الدنيا كلها، فطبيعي ان انا انزل، طبيعي الكلام ده كله حتى كميله، فطبيعي ان انا انزل، طبيعي الكلام ده كله. ف بس اتمنى له خير، يعني اتمني لي خير، ان انا ما اذيتش حد في اي حاجه، فملاش لازم انت تقول لي يا بختك مش عارف ايه، يعني هاخد عيني على الفاضي. غير طبعا مش عارف يعني فاهم، يمكن انا شايفها حاجه غريبه عشان انا بتمنى الخير للناس كلها، فلما الاقي حد مش بيتمنى لي خير او حد يقول لي يا بختك فببقى متضايق. بس انا فعلا ما اذيتش حد في اي حاجه، والحاجات دي كلها جالي هو شبه شغل، هو سبونسر قصاد ان انا بنزل، بس حاجه انا كنت بحلم بيها طول حياتي واتحققت. ده من كرم ربنا مش شطاره مني، يمكن انا تعبت كتير جدا فربنا بيكافئني. فاتمنى له خير بالله عليكم. خلينا بقى من حته اللي انا بتوع التاثير دي، فخلينا بس كده نشوف الكلام ده. ده بتعمل فراوله كده بقى نعمل كده، ان انا المفروض ده معدل الاكل بتاعي، فدي بقى بديلها مكان البروتين. تعالى نعمل كده بقى ايه، شكر، ونجربه كده مع بعض. كل حاجه كده ننزل بكوبايه لبن، ده هنزل بسكوب ونص من الواي بروتين عشان ده مكان 150 جرام فراخ اللي انا باكله مثلا، حبلوها دول بفلوس. ادي النص الباقي اضرب كده بقى الكلام ده كله وارجع لكم تاني. بصراحه الفيشه طالت فاضربه بقى معاكم هنا. الفيشه وقعت، يعني ريحته جامده جدا. بس انا عندي جنر بطعم الشوكولاته، جديد بصراحه من طعمه، طعمه تقيل جدا. ده طعم الفراوله، ريحته حلوه قوي. تعالى كده ندوق بقى. بسم الله، ولا اكني بشرب باودر، ميكس فراوله. ايه الجمال ده؟ زعلان ان هو خلص. انا اصلا كنت باجي بجرب الجنر فكنت يعني فاهم بقول يا رب عايز يخلص على طول. لا ده بصراحه زعلان ان هو خلص، في فرق كواليتي كبير جدا من اي باودر تاني. ده انت بتعمل كده بيدوب على طول، التاني لازم يكتل ومش عارف ايه. فبصراحه نضيف جدا. يا رب ما كنتش طولت عليكم ولكن زيتوا مني، انا بفضفض بس كده معاكم ان انتوا اخواتي وبس، يعني احبكم.